السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم على وكالتكم العقارية أجونس إيموبيلي الرضا. العرض ديال اليوم عرض فلاحي واستثماري بامتياز في مكناس واحد ديال مكناس طريق الرباط على الطريق الرئيسية. 9 هكتارات محفظة معروضة للبيع، ثمن جد مناسب 85 مليون قابل للنقاش، دايرة بالزيتون وفيها 1 هكتار ديال الزيتون. للتواصل معنا والاستفسار مرحبا بكم على 06 61 24 98 72. ما تزابيوش لنا اللقاء بعد الفاصل. عدنا اليكم متابعينا الكرام واهلا وسهلا بكم على وكالتكم العقاريه اجونس ايموبيليا الرضا. العرض ديال اليوم كما قلنا لكم في اول الفيديو هي 9 هكتارات محفظه ومسجله بمدينه مكناس، بالضبط طريق الرباط، الطريق الرئيسي الرابطه بين مكناس خميسات الرباط. الورد 9 هكتارات محفظه جات على الطريق الرئيسي، عندها واحد الفرصه تقريبا ديال 130 متر، فيها حوالي 800 شجرة ديال الزيتون. هذه هي الطريق الرئيسيه اللي امامكم، الرابطه بين مكناس والرباط. نديروا بكم دوره في المنطقه باش تشوفوا الخضره اللي كاينه فيها والفيرمات، ان المنطقه تبارك الله ولات مزدهره في المجال الفلاحي، كلها ولاو الفيرمات كينبتوا يوم بعد يوم، لاحظوا تبارك الله. وهذا الشيء هذا تيدل على وجود الماء، وبالضبط تعاونية المسيرة معروفة تبارك الله بالمياه ديالها الوفرة والتربة الغنية. الور البلاد راها مستطيلة الشكل، راه هي اللي دابا اللي محروطة. الور البلاد غزالة تبارك الله، غادي نديرو بكم دورة حتى للراس باش تاخدو فكرة عليها وعلى النوعية ديال التربة اللي فيها. التراب راه الحمري ومرمل، ما كيطلبش خدمه بزاف وما كيطلبش الماء بزاف، التراب رطب بزاف وغني تبارك الله. كما قلت لكم بلاد راه دايره بالزيتون، حوالي 800 زيتونه اضافه الى 1 هكتار ديال الزيتون اخر واللي كنشوفوا على اليمين الفوق، وكاين تقريبا 1.5 هكتار ديال اللوز، حوالي 700 لوزة. الور البلاد راها مستطيلة الشكل، البلاصة اللي حصيدة حتى هي راه داخل البلاد مع الحرث، وهنا كاين الزيتون، 1 هكتار ديال الزيتون وقاسمو تقريبا 1.5 هكتار ديال اللوز. هاد المنطقة ديال طريق الرباط وبالضبط تعاونية المسيرة كما كتلاحظوا كلها تبارك الله فيرمات. كتشوف لي باسان، كتشوف الشبكة ديال العنب، كتشوف الخيرات تبارك الله. دونك حنا دابا درنا بالحدود ديال البلاد، عطيناكم فكرة. طريق الرباط نواحي ديال مكناس، الثمن المطلوب 85 مليون قابلة شوية للنقاش. للتواصل معنا والاستفسار مرحبا بكم على 06 61 24 98 72، والسلام عليكم.